مرحبا بكم مشاهدين قناة أم أمين الإبداع، ورمضان مبارك كريم، الصحة والسلامة وجميع المتمنيات. اليوم غنحضر لكم واحد ثلاثة الأنواع ديال العصائر منعشة ولذيذة وتعطينا واحد طاقة كبيرة بزاف باش إن شاء الله الصيام ديالنا يدوز بخير وعلى خير. فنبداو بالعصير الأول، غادي نحتاجو فيه جوج أنواع ديال الياغورت ديال الفلون على هذا الشكل. غنحتاجو واحد البكية ديال البسكوي هاد الحجم، هذا هاد الكمية هادي. نحتاجو نصف لتر من الحليب وكمية من الموز. فغنعطيكم حنا مقادير وتقدروا لو بغيتو كمية مضاعفة دوبلو المقادير. فنبداو طريقة سهلة معنا، غادي غير نمزجو هاد معنا العصير هذه نطحنوهم. وهذا العصير ما كنحتاجوش فيه نهائيا السنيده، لان ديجا هذا الفلون هذا راه كيكون حلو، وكذلك البسكوي راه كتكون فيه واحد النسبه ديال الحلاوه. نضيف البسكوي والحليب، كيجي واحد المذاق ديالو واعر بزاف ولذيذ. فغادي نطحنوا هاد العناصر وندوزو باش نحضروا العصير الثاني. فاستمرينا في تحريك المقادير ديال العصير الاول حتى حصلنا على هاد العصير المتجانس. والان غادي ندوزو العصير الثاني اللي غادي نحتاجو ليه كمية من العصير ديال البرتقال، كمية من السكر سنيدة على حسب الذوق اللي كتبغيو ديال الحلاوة، كمية ديال بسيطة ديال الموز باش كيهرس لينا شوية ديك الحموضية ديال الحامض. وغادي نحتاجو فيه تفاح جامدة وحامضة جامدة. فبقاو معنا باش نكتشفوا طريقة تحضير العصير الثاني ديال حلقة اليوم على قناة أم أمين للإبداع. فقطعنا ديك التفاحة والحامضة الجامدة بعد ما زولنا لهم القشور ديالهم، وغادي نطحنهم في هاد لو أشواغ. حنا هادوك الحامضة الجامدة والتفاحة الجامدة وغنوضعهم في هاد لاباسين هادي، نضيف عليهم البنان. فالهدف من وضع البنان والتفاح كيهرسوا لينا ديك الحموضيه ديال الحامض والبرتقال. نوضعوا كميه من عصير البرتقال على هاد العناصر، غادي نزيدوا شويه ديال الماء لان هاد العصير فيه الحامض غير باش ما يجيناش حامض بزاف. وتزيدوا كميه من الماء على حساب كتذوقوا، بان لكم باقي نسبه الحموضه طالعه كتزيدوا الماء، بان لكم هو هذاك صافي ما كتزيدوش الماء. دابا نخلطوا جميع العناصر وننتقلوا للعصير الثالث ديال حلقه اليوم. والان ننتقلوا باش نحضروا العصير الثالث في حلقه اليوم، غيكون عباره عن باناشي فكيجي لذيذ بزاف. غنحتاجوا ليه كميه من الفخاز، كميه من المونغ، كميه من الكيوي، السكر على حسب الذوق. ونحاول بقدر الامكان في العصائر نديرو كميه فقط بسيطه ديال السكر باش نستمتعوا بلوغو الحقيقي ديال الفواكه. فنبداو. وكذلك غنحتاجو الكميه من عصير البرتقال، فغادي نضيفو على هذا البرتقال كميه من السكر سنيده. الفخاز كمية من المونغ، فكما ذكرت هاد الأنواع ديال ثلاثة العصائر كتمنحنا واحد الطاقة كبيرة باش ندوزو النهار ديال الصيام مزيان. وكنستغناو على شراء العصائر فكتكون محضرة يعني مواد طبيعية 100%، وما فيهاش المواد الحافظة أو الصودا.
عدنا مع الشكل النهائي ديال العصائر اللي وجدنا في حلقة اليوم. هاد التشكيلة ديال ثلاثة الأنواع اللي حضرت معاكم جميع، غادي تهنينا من شراء العصائر من المحلات، فهي طبيعية 100% بدون مواد حافظة وبدون صودا، وكما قلت لكم غتعطينا واحد طاقة كبيرة باش ندوزو إن شاء الله يوم الصيام بكامل صحة وعافية، الصحة والراحة، وكل عام وأنتم بخير. نتمنى لكم رمضان كريم. كنتمنى تجربوا هاد التشكيلة من العصائر لأنها صحية مفيدة ولذيذة وما فيهاش مواد حافظة، وكتحضر يعني غير في البيت وفي مدة وجيزة، وكتخرج كمية وفيرة، وهي اللي غتساعدكم بإذن الله في رمضان على الصوم وعلى القيام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا دائما كما عودتكم صلاة على النبي.